برضو بعتذر ان الكلام نظر، بس صدقوني بيخليك بيحطك في صورة انك انت تقدر تتكلم عن الماشين ليرنينج بشكل يدل انك فاهم، بعكس الاول. انا بسأل الطلبة عندي في حاسبات بني سويف يعني ايه ليرنينج، يقول لي تجيب صورة قطة وكلب. يا عم انا يعني تخيل اللي قدامك ما يعرفش الكلام ده، هيفهموا ازاي؟ نرجع لمرجوعنا. توم هو عايز يجاوب على عدة أسئلة، أو اللي عملية الليرنينج جاب، وسؤال مهم فعلا، أنا قد إيه من الإكزامبلز كافية عشان تديني جود ليرنينج؟ فهو بيحط المنهجية بتاعته، المنهجية بتقول له إن أنا علشان أقيس أداء الهايبوثيسيس اللي هتطلع لازم أكون فين، فأنا هقيسها على أنسين داتا وعبر عنه ما يسمى بالترو إيرور. نرجع نشوف بقية كلامه هنا، لأن أنت هتقرأ الشابتر هنا بيشرح العملية العلاقة ما بين الترو إيرور والسامبلينج إيرور بجراف، مش هتفرق معايا كتير. جي بيقول لي final not the error of H with respect to C is not directly observable to the learner. اللي كان only observe the performance of H over training example. صح ولا مش صح يا ريان؟ لأن هو فعلا بيشوف الايرور على training example. كلام. And it must choose its output hypothesis on this basis only. يعني هو بيختار الهايبوثيسيس وفقا لهذا سامبل ايرور. We will use the term training error to refer to the fraction of training example misclassified by H. صح ولا مش صح؟ اشرحي لي صح ولا مش صح؟ صح؟ ان هو بيقول ان التريننج ايرور جزء من التريننج اكزامبل اللي اخطا الاتش في تصنيفه، صح؟ اللي هي اللي احنا قلنا واحد على الان انديكيتور فانكشن. هنا ما قالوش، هنا قالوا نصا. ليه؟ لان هو كان في شابتر 5 كان قال الفورميليشن، عشان كده انا رجعت. فهمتني؟ Much our analysis of the complexity of the learning centers around the questions. بقول لك معظم تحليلنا للcomplexity بتاعت الليرنينج بتدور حوالين سؤال مهم. ايه هو السؤال؟ How probable is that is it that the observed training error for H gives misleading estimate of the true error. بمعنى هو بيشوف قد ايه احتمالية الخطأ اللي بيحدث في التريننج ايرور في التريننج اكزامبل يقود لتقدير غير صحيح في التريننج ايرور. انت خلاص انت كهايبوثيسيس ما بيشوفش الا الايرور بتاع السامبل، وبناء عليه انا بعمل استيميت للترو ايرور. هل الخطا اللي بيحدث في التريننج اكزامبلز ممكن يقودني لاستنتاج خاطئ في التريرو باحتماليه ده؟ ماشي، اعتفق معاك. كل دي اسئله نظريه. نقل للباك ليرن ابيليتي او ليرن ابيليتي اللي هو عايز يوصل له، اللي هو الباك.
Our aim is to characterize classes of target concept can be reliably learned from reasonable number of randomly drawn training examples and reasonable amount of computation. صح؟ تجديد القراءة الإنجليزي. هو بيقول هنا إيه؟ هدفنا الرئيسي إن احنا نصف الكلاسز of target concept. يقصد بيها ايه classes target concept؟ اللي هي الهايبوثيسيس. ليه؟ هو عنده classes of target concept. هو سمى target function اطلق عليها هو بيشتغل هنا قال target concept هسميها ضمنية. لما تيجي تقرا الكتاب فعندي كام كلاسز فيها عشان كده بيديها حرف سي السمول عشان بيقول كلاسز اوف تارجت كونسبت اللي هي الهايبوثيسيس اللي انا مهتم بايه بالهايبوثيسيس بتاعتي اللي هي كان بي ريلايبلي ليرند فروم اللي هي تتعلم بشكل فعال من نمبر راندوملي دروين تريننج اكزامبل. نفس الكلام اللي عمال يقوله بالصوت. هو مهتم ان هو يصف الهايبوثيسيس. بس انت لو قريته تقول ايه اللي عايز يوصله. هو نفس الكلام ماشي يعني. عايز يوصل لهايبوثيسيس هتتعلم كويس من عدد معين من التريننج اكزامبل وامونت اوف كومبيتيشن. نفس هي السامبل كومبلكسيتي والكومبيتيشن كومبلكسيتي ماشي. What kind of statement about learnability should we guess hold true? We might try to characterize the number of training example needed to learn a hypothesis H for which error D, اللي هي according to distribution D, H بتساوي Z. حد يقدر يفصل لي هو عايز كلمة about learnability عايز يفسرها بيقول ايه؟ انا كل اللي عايز اوصل ايه يا عمي؟ مع النمبر بتاع training example انا عايز اوصل لعدد training example المطلوبة علشان اعلم hypothesis which error D of H بيساوي zero. يعني يعني الهايبوثيسيس بتاعتي يا اما تبقى هي التارجت فانكشن يا اما تديني ايرور زيرو. بس تديني ايرور زيرو مين؟ ترو. يعني كل اللي انا عايز اوصل له اجابه السؤال قد ايه تريننج اكزامبل يطلع لي الليرنر بتاعي يطلع لي هايبوثيسيس الترو ايرور بتاعها لسه هم الباك مع السامبل كانه الكلام بيتعقد بس بيصير. طب لو بصيت على ماريا بص هنا هي قايلها ازاي؟ هديك ال بص هنا اقرا الاحمر كده الريلايزبل السي ستار تنتمي للاتش اجنوستيك كانه عنده نوعين فريم ورك ريلايزبل هنشوفه في الباك دلوقتي والاجنوستيك لما جه يقول ريلايزبل قال عليه ايه؟ سي ستار تنتمي للاتش ده يعني ايه؟ يعني الهايبوثيسيس بتاعي هلاقي الفانكشن الاصليه اللي عملت ليبلنج للداتا عشان كده تديني ايرور ترو ايرور كام يا ريهام؟ طب الاجنوستيك الاقي كلاس كلوز تو اتش يعني الايرور بتاعها هتديهوني اكبر من الزيرو بس اقول صغير يبقى الكلام واحد انا وبقرا واحد
فيها في سلايد يقول لك سيستار تنتمي للإتش. هنا يقولها الهايبوسيس إتش ويز إيرور ترو إيرور بتساوي زيرو. إيه يعني؟ كأن الهايبوسيس اللي أنا هطلعها الأصلية اللي بناء عليها تم الليبولينج موجودة في الهايبوسيس. بيسميه ريلايزر. ملوش فايدة والله العظيم. أنا عارف في الإمبليمنتيشن إن أنا عارف معظم الفرق، بس في هناك فرق بين إن عندك رؤية واضحة وتستطيع أن تعبر، ودي خليك بعد كده لو أنت عايز تطرح أسئلة وتجاوب عليها أسئلة عالية تقدر، وبين إنك أنت واخدها زي ما بقول لك إيه ليرنينج، تديني صور قطة الكلاب وبعد كده أقول لك دي قطة لا فسر الماء بالماء. طب انت تقدري تفهميني لما بتكلم بالعرب؟ طب وبتعمل ايه؟ طب دايما يعني تعليلي في الايام اللي انا ما بجيش الا الاربع، اساليني في اي حاجه، يوم كام تو مي اند اسك مي ايفري ثينج. اوكي انا ما اعرفش انت عندك جامد. يعني احنا عايزين نوصل علشان نجاوب على السامبل بتاعنا، عايزين نوصل لهايبوسيس ان الترو ايرور بتاعها بيساوي زيرو. ماشي. وللاسف الشديد قال لي unfortunately it turned out this is futile in the setting we are considering بسببين. يعني ممكن ما نوصلش ابدا لفانكشن الترو ايرور بتاعها زيرو، وبالتالي انا هوصل للكلوز. وقاعد يتكلم عن استخدام المجنون to accommodate these two difficulties اللي هو شرحهم قبل كده. We weaken our demand on the learner in two ways. First, we will not require the learner output a zero error hypothesis. مش عايزين الليرنر بتاعنا يطلع لنا hypothesis بزيرو error. We will require only that its error be bound by some constant value e that can be made arbitrarily small. يعني هو عنده يتمنى انه يوصل لهايبسس تديله ترو ايرور زيرو، بس ده صعب. فرح نزل سقف احلامه شوية. نزل سقف احلامه ايه؟ ان انا اطلب hypothesis الايرور بتاعها bound by some constant اللي هو e، اللي هو هيفترض ان e ده ياخذ small value. يبقى هو هيعوز hypothesis طب يبقى الايرور بتاعها يقترب من الزيرو، لان انا مش هقدر ادور على hypothesis تديني زيرو ايرور. نزلت سقف احلام. Second, we will not require the learner success for every sequence of randomly drawn training example. We will require only that its probability of failure bounded by some constant value. يعني هنا ابتدى يحد سقف احلام. عايز الهايبوسيس بدل ما تديله بدور على هايبوسيس تديني زيرو، لا تقترب من الزيرو بكونستانت، والكونستانت سمق لي. وكمان انا مش عايزه يدي الليرنر في كل السيكونس راندوملي، لا يعني انا اديته 10 انسيب مش يديني في العشرة ترو، لا ممكن ها اتسامح في جزء من العشرة. ليه؟ لان مفيش هتلاقي ليرنر او هايبوسيس تصل بيك 100%. حد فيكم صادف هو شغال لهايبوسيس تديله 100% اكيوريسي او ايرو زي زيرو ايرو؟
In short, الاثنين دول المطلبين بتاعهم حطهم في جملة. We require on the learn probably learn a hypothesis that approximately correct. عرفت بقى جت من فين؟ probably approximate correct. يبقى أنا عايز hypothesis دي نتيجة ايرور يقترب من الزيرو، عمره ما هيجيب الزيرو، بس انا عايزه يقترب من الزيرو باقل من الابسلون اللي هو هيديله قيمة صغيرة. الايرور بتاعها يبقى اقل من الابسلون وما يديش على كل الانسين الترو ايرور. مش كل اللي هيشوفه هيديله، لا، في شوية ممكن يعدوا منه. سماه باك probably approximate correct. ونزل consider some class C of possible target concept and the learner L using hypothesis space H. هنا استخدم سام كلاس، لان لو كانت كل الكلاسز اللي موجود في الهايبس سبيس كانت هي اتش. لوزلي سبيكينج وي ويل سي ذات ذا كونسبت كلاس سي از باك ليرنبل باي ان يوزنج اتش فور اني تارجت كونسبت ان اللي هو سي ان كابيتال سي. L will with probability 1 minus delta output a hypothesis H with error D للهايبوثيس أقل من الإبسلون. تاني، أراد أن يصيغ المطلبين اللي هو الأول والثاني يصيغهم في جملة واضحة سماها B اللي هي probably approximate correct. صاغ المطلبين بالجملة دي قال ايه؟ ايه عندي concept class C بعتبره back learnable by L اللي هو learning algorithm using the hypothesis H كله. امتى؟ لو عندي target concept في C في NC وال بتاعتي ده يبقى L بيعمل تعليم مش لكل ال unseen probability 1 minus delta بحيث ان الهايبوثيسز اللي تطلع تبقى الايرور بتاعها اقل من الابسلون. ده الباب. هو قال انا من الصعوبه انما اوصل لهايبوثيسز تدي لي ايرور زيرو، والصعوبه الثانيه ان مش ممكن كل الانسين اللي هيشوفه هيتعلم منه صح. راح حط قيد على هذين المطلبين وصخهم ضمن باك وصحه. امتى الليرنر بتاعي يبقى باك ليرنبل بالشروط دي؟ طيب نشوفها بصيغه ثانيه.